السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم عمي قريبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير عمي لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي بارك الله فيك. انا بغيت نسولك عمي قريبا عندك الايات اللي فيه. نعم نعم سعاد. يعني لا شي واحد بغى يدعي فيه يدعي فيه في السجود ما فيه شي مشكل. دعي واش دعي بالسوء ولا دعي بالخير؟ لا بالخير. أيه؟ والتسبيح مثلا داك كتسبيح فيها 33 وكل وحده وكتلقى واحد كبيره واش كتكون عندها شي كلمه خاص داك اللي كتكون كبيره بوحدها؟ نعم. وبغيتك تدعي مع الوالد والوالده حيت هما مرادين يا رب. وبغيتك عمي يعني تدعي معايا انا واحد الولد ناوي الزواج ان شاء الله، كنتمنى هو دابا في داكشي ديال الامن، كنتمنى دير ليه واحد الدعاء ديال الخير يا رب يا رب يا ربي. وشكرا عمي. شكرا بنتي، شكرا لسعاد، شكرا لك وتحيه لاهل تنغير. والجواب بنتي هو اننا في السجود لا نقرا القران، اذا كنا في الصلاه ووصلنا الى السجود نحن منهي ان نقرا القران الكريم. شي واحد مثلا ساجد ويقرا شي ايات قرانيه، العلماء قال لك استثنوا ان تكون ايات قرانيه هي عباره عن ادعيه، كان اقول ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين قبلنا، مثلا هذا دعاء هو قران لكنه دعاء، قال هذا يستثنى، ممكن نقراه في السجود، او نقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، او اقول ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذه كلها ايات قرانيه لكنها جاءت في سياق الدعاء، هذه يجوز ان نقراها في السجود، لكن دون ذلك لا يقرا القران في السجود. السجود هو للذكر والابتهال والتسبيح والدعاء والتضرع الى الله تعالى. اما الجواب الثاني عن السبحه، الناس عنده هذه صغيره وهذه كبيره، هي السبحه اصلا جائزه، حتى بعض الناس يقولوا بانها بدعه، اي نعم هي بدعه اضافيه، كتسمى البدعه الاضافيه، يعني انها ليست محرمه، حتى البدعه المحرمه هي التي تنقض ركنا من اركان الدين او مبدا من مبادئ الدين والعقيده والشريعه، هذه هي البدعه اللي كتبغي تنقض الدين وكتبغي تخلق البلبله والضلالات عند الناس. اما واحد الامر نثبته في قلوب الناس هذا لا يسمى بدعه. العلماء داروا لي واحد الكلمه قالوا بدعه اضافيه، بحال مثلا قراءه القران جماعه هذه بدعه لكنها بدعه حسنه واضافيه، كتخلي الناس انهم يوثقون الصله مع كتاب الله تعالى، ماشي انه مضاد للقران. وكذلك التسبيح، التسبيح هو عباده، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، السنه انه كان يعقدها بيمينه ماشي باليسرى، يسبح بيديه فقط اليمنى، اليسرى لا. لكن من بعد الناس داروا السبحه، والدليل هو ان احدى الصحابيات ربما ام سلمه كانت عندها واحد الجره وكتبقى تجيب الحصى وكتحسب، كتبقى تحسب 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 وكتقول 100 مره لا اله الا الله، تعاود ديك 100 حصى كتبقى تقولها وتعاودها. فسيدنا النبي لما شافها قال لها كتعبي بزاف، قال لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لكفتك. هنا العلماء قال لك أن سيدنا النبي أشفق على أم سلمة لأنها كان عندها أشغال كثيرة وكتقوم برعاية الأيتام وخدمة النساء، فمن اللي كتبقى النهار كامل وكتحسب في ذلك الجرة وعندها 100 حصات وكتحسب كتعب، فأرشدها إلى ذكر بسيط كتسمى كنز من كنوز السنة، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يعني بعلا قال بتسكل فيني يعني لا نهائي، دعاء كبير. الشاهد عندنا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع أم سلمة لما ينهها عن الحصى، وإنما أرشدها إلى ذكر مختصر، فقالوا ما دام السكوت هو في معرض البيان هو حكم قهر، فالأمر واضح. من ثم العلماء داروا السبحة
باش تسهل علينا السبحة هي غير آلية عبر التاريخ راه كانت السبح أشكال وألوان دابا كاين واحد السبحة الآن إلكترونية معروفة وهذه السبحة هي وسيلة اللي وضعها هما الصينيون الشينوا كانوا كيستعملوها في يديهم كيحسبوا بها التوب كيبغي يحسب لأن عندهم الحركة التجارة قوية وسريعة كيحسب بها التوب سبحة إلكترونية فلما شافوها الناس هم يقولوا هذه تصلح للتسبيح فسوقوها في بلاد الحرمين ثم انتشرت في كل البقاع فهي وسيلة من الوسائل لا فرق بين السبحة اللي فيها حبات صغيرة واللي حبات كبيرة ولو أن البعض ربما كيبغي يدير السبحة كبيرة وكيعلق بعض أهل الله بعض الذاكرين ماشي رياء ولا سمعة حاشا وكلا وإنما ليذكر الناس بالله كاين بعض الصالحين كانوا كيشدوا السبحة كيدير في يدو ولا كيعلق في عنقو هذا من علامات التذكير بالله تذكير الغافلين كانوا بعض الصالحين اللي بس ديالهم كيدير عمامة في راسو وديك العمامة ماشي العمامة كاين ديال الشرفة وكاين العالم العمامة ديال الأغنياء والأثرياء وكاين العمامة ديال الأعيان كان واحد الوقت كانت العمامة كتدل على المركز الاجتماعي هما كيديروا الكفن قطعة ديال الثوب ديال الكفن كيديروها في الراس ديالهم باش يذكر نفسه بأنه هذا هو اللي يبقى له ثم كيحمل عكاز رغم أنه بقر كابي صحاح يقول يا أرض افتحي أبوابك إني قادم كيدق عليها أيتها الأرض أنا قريب نجي كيذكر نفسه بالموت باش ما يتغترش بالدنيا ما يغترش بملذاتها وطيباتها ويمشي معها ومع الناسها ثم كيدير السبحة في الدو باش يبقى دائما يذكر الله ما ينساش ما يغفلش وكيعلق في عنقو علاش باش الآخرين اللي شافوه بلا ما يدخل معاه في مواضيع اللي هي عندها علاقة بالدنيا وفيها غير المشاكل كيقول لك أنا ما باغي هادشي الدنيا أنا قانع داكشي اللي قسم لي الله تعالى الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل فهذه أمور كلها طيبة بإذن الله بنت سعاد أسأل الله أن يصلحك ويبارك لك في هذا الزواج مع هذا الشاب